امال زين راح فين؟ واحد خده على جنب قال له كلمتين وراح طلع على فوق بسرعه. طلع على فوق؟ اه. اخوك ده مش بني ادم ابدا، قلبه مليان حقد وغل اسود، عموه لدرجه انه مش شايف حتى مصلحه اخته. ما تتكلمش على اخويا بالشكل ده. اخوك ايه؟ اخوك اللي انا كنت فاهم انه بني ادم يقدر يغفر ويرضى ويسامح، طلع طاغيه متجبر مفتري، كل الناس عنده حراميه يدوس عليهم بالجزمه عشان فقرا وغلابه. اسمعي بقى، إذا كان هو مرة قال إنه ما يشرفوش يحط إيده في إيد عمي، أنا بقولها لك دلوقتي، أنا اللي ما يشرفنيش أحط إيدي في إيده ولا نسبه. زين، ايه اللي حصل؟ وزين اكيد فهم الموضوع غلط. الناس بره وانت اخونا الكبير. هي يا جماعة سايبين العزا وقاعدين هنا؟ هو في ايه؟ يا حاج افهمني أرجوك. كل حاجة مفهومة يا محمود. حضرتك كمان هتيجي عليا؟ ما قدرتش تنسى للحظة السوق وحساباته وشهوتك للانتقام من اللي خانوك، حتى لو كان ده على حساب سعادة أختك؟ أنا ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. الراجل ده باعني اكتر من مره وتسبب في اذيتي، حبيت اردله القلم، ما كنتش اعرف ان الموضوع هيوصل لحد كده. وصل يا محمود. وبعدين يعني زعلان مني ليه سي زين ده؟ يعني ما يروح ينتقم لعمه من اللي قتلوه. الانتقام محتاج قوه وجبروت، انما زين ده مجرد شاب حب وكان نفسه يفرح. حاج ما تحملنيش فوق طاقتي، اللي حصل ده هو العد. حياتك قوي يا محمود، لأنك عمرك ما عرفت إن الرحمة فوق العد. هتفضل تبعت ورد كده كتير؟ مش أنت اللي اقترحت كده يا شكري؟ أيوة بس مش كل يوم، وبعدين لازم تقول لها إن أنت اللي بتبعت الورد ده عشان تحس بيك. وأنا خايف أقول لها هتزعل مني. يبقى كل اللي انت بتعمله ده مفهوش منه فايده، انت لازم تكون شجاع اكتر من كده. حاول كده. تمام كده؟ تمام. اه نفس العنوان؟ اه هو مفيش غيره. ميرسي جدا. الورده يا استاذه. شكرا يا عم عثمان. ورد تاني؟ أنا نفسي أعرف مين الحيوان اللي بيبعت الورد ده. أنا كمان محتارة زيك يا منير. محتارة ولا مبسوطة يا هاني؟ منير. بلا منير بلا زفت بقى. أنا ذنبي إيه؟ ذنبك إن البي معجب بيكي. بي مين؟ اسألي روحك. منير حاسب على كلامك. بحاسب أنت على تصرفاتك اللي بتطمع فيك اللي يسوى واللي ما يسواش. بلاش الضحكة الناعمة والكلام الحنين عشان تقدري توقفي كل واحد عند حده. بتقول عليا الكلام ده يا منير؟ ماشي يا ست هاني، أنا هوريك. منير عبد التواب رئيس مباحث العطارين. شرفت يا فندم، تحت امرك. تو بعت ورد كذا مره على 7 شارع سيسو ستريس. اتاكد لسعادتك. تمام يا فندم. خير؟ في حاجه؟ مين بقى اللي بعت الورده؟
احاول افتكر. حاول. هما الحقيقه ايوه افتكرت، شابين صغيرين عندهم حوالي 17 سنه. تعرف اسمائهم او عناوينهم؟ لا يا باشا. طب هما الكارت بتاعي معاك اهو، ولو جولك الولاد دول في اي وقت حاول تعطلهم باي حجه واتصل بيا هجيلك فورا. تحت امرك يا باشا. ماشي سلام. الله شكرا عليك، الصوره هتنطق. وانت بتحبها بجد بقى يا جو؟ امال بهزار، ده انا بنام واقوم احلم بيها. مشكلتها الوحيده انها هي متجوزه. طب وايه يعني متجوزه؟ انا مش عايز منها اي حاجه. خايف جوزها يعرف وتقلب غم. امال لو عرفت بقى ان جوزها الظابط هتقول ايه؟ يخرب بيتك يا يوسف، انت يا ابني بقى ومشاكل. بص يا حبيبي، انت لا دخلت اقسام ولا جربت ايدين المخبرين تقيله قد ايه. اخوك مجرب والمثل بيقول لك اسال مجرب. طب اعمل ايه؟ تخلع؟ مش بايدي يا مصطفى، اصل الحب ده عامل زي القدر، تقدر انت تهرب من قدرك؟ انت كمان بقت فيلسوف كده بقى. تبقى الصوره خلصت. دي الماكينات الالماني ودي الماكينات الانجليزي. وهنختار انهي نوع؟ علي هيسافر المانيا وبعد كده على انجلترا ومعاه المهندس الاستشاري، وهناك يقارنوا يشتروا انهي نوع، وبعد كده تشوف جوده الاسعار تتفق تدفع جزء والباقي ان شاء الله يخلص المصنع يتركب المكن في مكانه ياخد الجزء الباقي. بس كده الفلوس اللي معانا هتبقى اخر فلوس هدفعها هناك. تلاش يا علي، ان شاء الله شحنه اللحوم والفراخ المدبوحه هتوصل في خلال شهر شهر ونص بالكتير، نبيع والكاش يبقى موجود. طب انت ليه ما تسافرش بنفسك وبالمره تغير جو وكده؟ كان نفسي والله يا ابو كمال، بس الفتره دي بالذات لازم ابقى موجود. انت فاكر انهم هيسيبونا في حالنا؟ بالمناسبه محمود، مفيش اخبار عن كليو؟ احنا هنقعد في ايطاليا كتير. وبعدين يا جاسي، مصر وحشتني قوي يا ماما. وحشتني انا كمان. طب ما نرجع يعني. مش دلوقتي. ليه؟ لسه محتاجه الوقت. طب انكل محمود ذنبه ايه بقى؟ ممكن افهم كده احسن له. طب ابعتي قولي له احنا فين، عايشين ازاي، بنعمل ايه، اي حاجه. هو اكتر واحد عارف اني محتاجه ابعد، وبعدين كفايه المشاكل اللي هو فيها، مش لازم افتح عليه 100 جبهه. انا بصراحه ما بقتش عارفه افرح بيكي ولا ازعل منك.